سبق أن تحدثت أنه نور في حياة المسلم ولها أثرها في سلوكه بصفة عامة. أما الإيمان بالغيب في السلوك الخاص فيدخل في كل جزئيات الأقوال والأفعال، ومن هنا يخاطب الله سبحانه وتعالى الأمة بأعظم نداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. فمثلا يخاطب المؤمنين عند وضوئهم: يا أيها الذين آمنوا، حتى يشعر المسلم والمؤمن أن الله وراءه، وحتى يحس أنها عبادة خالصة لوجهه، فيزداد بها قربا وحبا لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويخاطب الله المؤمنين في سلوك آخر في معاملاتهم المالية: يا أيها الذين آمنوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبنفس النداء وبنفس العقيدة يخاطب المسلم في أخلاقه: يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويخاطب الله المؤمنين أيضا في مسلك آخر يضر بالمؤمنين ضررا بليغا في حياتهم، وهو الربا: يا أيها الذين آمنوا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويناديهم في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. حتى في الكلمة يخاطب الله المؤمنين في كلماتهم التي تصدر من ألسنتهم، فيقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويخاطبه في كل عبادة، ويخاطبه في كل خلق، ويخاطبه في كل نهي يضر به. إذن السلوك الذي يستقيم به الإنسان أن يقف عند النداء، لأنه نداء الإيمان. هو لم يرى الله تعالى ولكنه يؤمن به إيمانا وطيبا وثيقا لا شبهة فيه ولا خلل، إنما هو إيمان تخلل قلبه وعقله ووجدانه، ومن هنا استقام في كل أمر من أموره، استقام بشريعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأثر الذي يقصده أستاذنا الفاضل في كل جزئية من جزئيات الإسلام وفي كل كلية من كليات الإسلام. فلا يكون ذلك إلا بالإيمان بالغيب. فلا يؤمن المؤمن هذا الإيمان ثم ينحرف، وإنما ينحرف إذا اتبع هواه واعتبر أن السلطان بيده ملكوت الأشياء، وأن الحكام والوزراء والمدراء والرؤساء بيدهم المصائر، وإنما المصير بيد الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى بحسن العاقبة في كل شيء،
اللهم اجعل خير اعمالي خاتمه، وخير عمري اخره، وخير ايامي يوم لقائك. فكان يبحث بايمانه بالغيب عن حسن العاقبه والقبول، لانه في اثناء العمل لم يرى الا الله، ولم ينظر الا الى الله، ولم يكن هناك خوف الا من الله. وهنا احيط بانوار الله سبحانه وتعالى، وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، اي نورا متصلا بالله تعالى، ليس فيه ظلمه النفس والخوف من الغير، وانما هو نور ينعكس على الانسان في كل اعماله وطاعاته. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا، واجعلني نورا. ولا يكون الانسان على هذا النور الا اذا كان مستقيما بايمانه بالله سبحانه وتعالى، وبما وراء هذا الايمان من مقتضيات يجعله على هدى وعلى صراط مستقيم.